لوفي ايه لوكي. بس بقى كفايه، هتحرق اللمط. كفايه، يلا انزل. شاطر، يلا تعالى اقعد هنا. صباح الخير. ده ايه ده، احنا بقينا الظهر، ايه اللي اخرك كل ده؟ يا صباح الورد. صباح الهنا يا حبيبي. ازيك يا احمد؟ ربنا. الدكتور قال ان شاء الله هتخرج بكره او بعده بالكتير. صباح الخير يا أشجان. سعيد. اتفضل اتفضل. ألف حمد لله على سلامتك يا ست. أهلا يا سعيد، اتفضل. معلش أنا جيت من غير ما اتصل، كنت عايز أجي. أنا هستناك بره جابر. سعيد، والله ما عارف اقول لك ايه يا جابر. شده وتزول يا صاحبي. سبحان الله. ايه اللي جابك انت؟ الدكتوره اتصلت بيا النهارده الصبح وقالت لي بلغك انها رجعت من السفر وعايزاك تعدي عليها النهارده ضروري. النهارده؟ هي قالت لي انها مستنياك في الفيلا وعايزاك تعدي عليها على طول. اروح انا طيب اقابلها واشوف عايزه ايه وتقعد انت هنا جنب الحاجه؟ لا لا يا سعيد، لا، الناس دول ما ينفعش معاهم والدتي ووالدتك. معلش يا سعيد، افضل انت هنا وانا هروح اشوف عايزاني في ايدي. غير ما تقول يا جدع، انت في ايه؟ امك واختك دول اهلي زي ما هم اهلك بالظبط يا جابر، واخدهم بعناية الاثنين. في عم. سلام يا صاحبي. شغلانتنا دي كلها خطر في خطر، بوجود رياض أو نصار أو غيرهم. المهم نعرف إزاي نشتغل صح من غير ما نقع في الغلط. أنا معجبة بيك قوي يا جابر، وكل ما بعرفك أكتر كل ما بحس إن اختيارنا في محله. مين يا عم ده؟ معرفش،
تليفونك والتليفون مين ده؟ التليفون غرام. اقفله اقفله. وبعدين بقى؟ نفس النمرة؟ ايوه. دش يا عم وراح دماغك. الشغاله بتاعتها ونزلوا ومن يوميها بحس ولا خبر. الناس مين دول؟ بصراحه انا سمعت خطوات ناس كتير قوي وسمعت باب الاسانسير بيتفتح ويتقفل لكن ما شفتش اي حاجه. اصلي خفت اخرج. شكرا لك. شكرا. سعيد اسمعني على الحوش هقول لك بعدين. سلام. جابر مالك في ايه؟ خش البس هدومك بسرعه. اوعى تقول لي البضاعه اتقفشت. خش يا حنفي. حاضر. ما تقفلش زفت تليفونك مره تانية. يعني ايه اعمل فيها حاجه؟ هكون خطفها يعني وبيعلم علينا؟ ما اعرفش. المهم اعرف دلوقتي هي فين. طب ودي هنعرف هي فين ازاي؟ يا جماعه اهدوا شويه خلونا نفكر هنتصرف ازاي. ما تتعبش نفسك. العيال دي حويطه. هتلف تلف وراهم وبلع ولا هتوصل لحاجه. حاولت ايه؟ قول انك انت اللي طلعت خايب مبقتش ليك لازمه. وليه اللون الغامق معايا ده؟ ده انت حتى حبيبي وبحبك وشفاف. شفاف ايه وبتاع ايه؟ نصار بيه زمانه جاي وهيسمعنا الكلام يسم البدن. يسمعك لوحدك عفيفي اوت بره الحكايه دي اصلا. ليه بقى حضرتك على راسك ريشه ولا ايه؟ ولا فاكر نفسك لسه زي زمان ايام النجمه؟ ايام العز. ايام ما كانش يرفض لك طلب عشان خاطر عيونها. بسم الله عليك. زمان ايام ما كنت تبع النجمه. دلوقتي بقى انا تبع نصار بيه شخصيا. يعني يا شمال الروس اتساوت. لا بالحق ما قلتليش اخبار نجمتنا ايه. مالكش دعوه ما تتكلمش الموضوع ده خالص. وقوم روح شوف شغلك. شوف العيال دي ناويين على ايه. ماشي. انت حبيبي وبحبك ومش هعملها معاك عشان انت برضو الكبير. سلام يا شومة. شومة ايه الرجالة دي؟ بقى بالذمة ده راجل تعتمد عليه انه يراقب لك جابر ويجيب لك اخبار. خليك بحالك. خليك بحالك مش ناقصاك كمان. هو بس هو اللي ساكن بموت في الاخضر. مش ده عفيفي؟ هو يطلع مين عفيفي ده راجل؟ ده جوز ام غرام. وبيهبب ايه هنا؟ تلاقيه قاعد مع شمال حنفي. تعال انا وراك. ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ اخرس ياض لقتلك. حاضر انا هعمل كل اللي انتوا عايزينه بس شيل صباعك. اطلع. حاضر حاضر. ايه يا عفيف؟ ايه النظام؟ هتتكلم ولا ايه؟ ما تنطق يا عم الكتوم،
الواد ده مش ناوي يتكلم. شولع اقفل عليه. لا 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 قدامي لا قدامي. استنوا استنوا استنوا. شكله عقدة لسانه اتفكت وعايز يتكلم. الرصاصة التانية هتكون في نص العسكر. وديته غرام فين يا ولاد الكلب؟ كل اللي اعرفه دافع حزمة في القناطر. فين؟ ما اعرفش والله العظيم ثلاثة ما اعرفش. ابوس ايدك طلعني من هنا يا جابر. تاني ما اعرفش. ما تنت عيالة. خلص على الواد ده. بس انا اعرف اللي يعرف. مين؟ نصار بيه طبعا. وشو بين؟